أكيد يا سلامة تعرفين أهمية الكالسيوم للعيال ودوره في النمو السليم والعظام والأسنان القوية، لكن الكالسيوم ما يشتغل بروحه ويباله فيتامين د اللي يحفز امتصاص الجسم للكالسيوم وتخزينه في العظام والأسنان. الطفل بين عمر 4 و8 سنوات يحتاج جرام واحد من الكالسيوم يومياً، 15 ماكرو جرام من فيتامين د. ممكن تقولين هالكميات وايد ضئيلة، لكنها وايد مهمة. طبعاً أفضل مصدر للكالسيوم للأطفال هو الحليب ومشتقاته، يعني كوب من الحليب كامل الدسم يؤمن 246 ملغرام، بينما 100 جرام من الروب فيه 100 ملغرام. أما بالنسبة لفيتامين د، المصدر الأساسي له هو أشعة الشمس، وأنا كطبيب جلدية أقولكم ممكن تعريض وجه ويدين الأطفال بشكل طبيعي للشمس 15 دقيقة 3 مرات في الأسبوع في الوقت المناسب. مثل ما تعرفين يا سلامة، 80% من سكان البلاد عندهم نقص فيتامين د بسبب الهروب من شمسنا الحارقة، والبديل هو في تناول الطفل لأطعمة غنية بفيتامين د، خاصة السمك والكبدة، وإعطاء الحليب المدعم بالفيتامينات والمعادن. عساكم أنتوا وعيالكم دوم صحة وسعادة.